شو حاجة الشعب الهولنديين. شوف دابا هذا البارك هذا الرياض هذا بقي مزيان. شوف دابا دوروه كامل بهذا الزرب باش يصلحوه، حيت عندهم فلوس في الصندوق د هاد المدينة ما خصهمش يعملوا بيهم. يقول لك اجي نشوفوا شنو نعملوا، مرة أخرى صبغوا هاد الشيء كهدر حيود هاد المدينة كاملة صبغوها. ودابا شافوا راس العام، شوف أصاحبي شوف يخسروا الملاير هنايا الملايين د الأورو. أنا نجيب لك الله، إذا كنت بحال خدام معاهم. لو هذا البارك هذا الرياض هذا كامل غادي يصلحوا. شوف عباد الله شوف، حيت واحد العام كنعقل انا البوليس ديال زو ديرمير، البوليس ديال هاد المدينه شاتصلهم 7 مليون ديال الاورو وبغاو يعطيوها عندك بومبيروس، وبومبيروس واقيلا كانت عندهم شي 10 مليون اورو زايده ما جبروا لهم من يعطيوها. دابا من داك الوقت تعلموا، دابا كيشبروا كيصلحوا المدينه ديالو. ما غادي نبقى هذا الرياض هذا باقي كيف نقول لك باقي جديد زعما، ماشي شي حاجه ما فيه والو. عملت فيه الفيديوهات وداك الشيء دابا.